لو سمعت قبل كده عن القرية الفرعونية أو أول مرة تسمع عنها وحابب إنك تاخد فيها جولة كده قبل ما تفكر إنك تروحها، خلينا نشوف المكان مع بعض. وده كان أول مكان نقابله أول ما دخلنا القرية الفرعونية، وبما إن أول حاجة بنسأل عليها في أي مكان هو سعره كام، فالتذكرة للكبار 250 والصغيرين بداية كده من 7 سنين 200 جنيه، أما الأصغر من كده ملهمش تذكرة إلا لو فكرت تدخلهم الكيدز إريا، هيكون تذكرتهم وقتها 75. أما هنا فهو مكان الاستراحة لحد ما يجي ميعاد الرحلة بتاعتك. أما هنا بقى ولأن المنظر كان عاجبني قوي فحاولت أتصور كده، قال يعني مش واخدة بالي، بس على مين، أنا طبعا واخدة بالي جدا. وكده بدأت الرحلة وبيحاولوا كده يعيشونا في أجواء فرعونية مختلفة مع تسجيل كده بيحكي قصص وأساطير وشخصيات، كل حاجة هنشوفها خلال الرحلة دي، فسيبكم معايا. نحن الآن في آلة الزمن لنبدأ مغامرتنا إلى أرض الفراعنة ما يقرب من 4000 عام قبل الميلاد. خلال هذه المملكة القديمة وتحديدا في حوالي عام 2500 قبل الميلاد كان عصر بناة الأهرام، بل الأهرام الكبرى وأبي الهول في الجيزة 3 فراعنة، أم خوفو وخافرع ومينكاورع. وبرغم مرور السنين لا تزال الأهرامات تقف إلى جانب تمثال أبي الهول العريق شامخة عبر الزمن. في صناعة الورق كانت نباتات البرد تنمو بكثرة في مصر القديمة وخاصة في منطقة الدلتا، لكنها اختفت تدريجيا بعد أن تم جلب طرق جديدة لتصنيع الورق من الصين إلى مصر في حوالي عام 1000 بعد الميلاد، حتى بدأ الدكتور حسن رجب زراعة البرد وإعادة صناعة الورق بعد سنوات عديدة من البحث. هتبدأ هنا تحكي لنا عن شخصيات مختلفة كان ليها مكانة كبيرة جدا في الحضارة المصرية القديمة، فخلينا نشوف أول شخصية. أنا أوزوريس قاضي العالم السفلي، كنت معبودا في جميع أنحاء المملكة الوسطى. عندما أرسم على جدران المقابر غالبا ما أظهر على شكل مومياء. عندما كنت ملكا لمصر كان الخير والسلام يعم الأرض. وبما إنها كلمت عن أوزوريس فلازم تحضر شخصية إيزيس. أنا إيزيس زوجة أوزوريس ربة الحب والسحر والشفاء. حين قتل زوجي بسيف الغدر بحثت أنا وشقيقتي نفتيسي عن أجزاء جسده والتي جمعناها من جميع أقاليم مصر، وعندما أعدت أوزوريس إلى الحياة بقوة سحري أنجبنا ابني حورس والذي أخفيته في أحراش الدلتا وربيته ليأخذ ثأر أبيه. وحين أصبح حورس قويا كالصقر حقد عمي الحاقد ست قتل والدي واستولى على عرشه، وعندما أصبحت شابا حاربت ست لاستعادة ملك أبي. لقد كانت معركة دامية وفقدت عيني يسرى، لكن تحوت رب الحكمة شفاني وأكملت صراعي ضد الشر. أنا آمون رع رب الملوك، شيد 30 من الفراعنة على مدى 100 سنين معبد الكرنك لتكريمي. اسمي يعني خفي، كنت حارسا لإسما سريا، لكن إيزيس قد خدعتني حين خبأت ثعبانا لدى غني وصراز. وهنا رايحين على تحتمس الثالث. أنا تحتمس الثالث جلست على عرش مصر وعلى رأس 17 حملة عسكرية، استطعت أن أجعل من مصر إمبراطورية عظيمة تسود العالم. وفي قصري تعلم وتدرب كل أمراء بلاد الشرق القديم، وكان ولاءهم لي وحدي. هل عرفتني الآن؟ أنا أقدم وأعظم إمبراطور في التاريخ. وخلينا نشوف إزاي كانوا بيقيسوا مية النيل في الوقت ده. يسمى مقياس النيل، كان قدماء المصريين يستعملونه لقياس الارتفاع التدريجي لمياه الفيضان، وكان هذا يساعد محصلي الضرائب على تقرير العائد. اسمي أبو الحطب الرابع حتى السنة 5 من حكمي، وهو الاسم الذي يعني آمون رابع.
لكن ابتعدت عن عبادة آمون والآلهة العديدة الأخرى واخترت عبادة إله واحد فقط وأطلقت عليه آتون. لقد حاولت أن أعلم شعبي ديانة آتون. ونوصل هنا لرمسيس العظيم. كنت أقوى فرعون في التاريخ وحكمت مصر لمدة 66 عاما. لقبني اليونانيون أوزمانديس. بنيت أنا وزوجتي نفرتاري معبدا جديدا. مع جيشي هزمت الحيثيين والنوبيين وقراصنة البحر الأجانب لكي تحكم مصر العالم. بعد موتي أخذ 9 فراعنة آخرين اسم رمسيس تكريما لي، لكن كان هناك واحدا فقط، هو أنا أوزمانديس ملك الملوك في الأراضي الجنوبية. أما هنا فهو تجسيد لمشهد سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا أمر والدته بإلقائه في اليم، وهنا بيوصل عند قصر فرعون، المكان اللي كانت بتتمنى إنه ما يدخلوش أبدا، لكن الجواري بتاخده وتديه للسيدة أسيا، وواقفة أخته بتبص عليه من بعيد زي ما هنشوف. جنود فرعون، وقد اكتشف أحد أفراد أسرة فرعون الطفل فأخرجوه من الماء وتربى ونشأ في بيت الأسرة الملكية المصرية، ولما كبر أنزلت عليه الرسالة، ثم قاد شعبه من اليهود وخرجوا من مصر. وتشاهد إلى يسار المشهد أخته وهي تراقب الموقف عن بعد لترى ما سيحدث له. أما هنا فهنشوف واحد من الشخصيات العجيبة اللي كانت موجودة في الحضارة المصرية القديمة واللي كان فيه حواليها كتير من المعتقدات، وكان يعتقد أنه يحمي الناس من الثعابين والعقارب، وكان يعتبر حاميا للنساء أثناء الوضع، وكان بصفة عامة إله السرور والمتعة من كل نوع. وهنا بنوصل للزراعة. الزراعة الآن تدب الحياة في مصر القديمة بمشاهد الزراعة والصناعة. أما دي فواحدة من الحدائق الفرعونية اللي كان بينزل الملك والملكة يتهوا كده فيها شوية. نبيل هو وزوجته بالهواء المنعش في مقصورة حديقتهم ويلعبان لعبة يلعبها شخصان اسمها سينت، وهي تشبه لعبة السيجا التي لا تزال يلعبها المصريون في الوقت الحاضر. ونيجي بقى للفلاحة ونشوف الطريقة اللي كانوا بيستخدموها. حرث الأرض هو أول عملية لتجهيز الأرض وإعدادها للزراعة، ونشاهد أمامنا الفلاح ممسكا بالمحراث الخشبي البسيط يجره ثوران. وبعد أن تتم عملية الحرث تجري عملية تكسير الكتل الطينية الجافة باستعمال الفأس، ثم تجري عملية شق خطوط مستقيمة في التربة بالمعول، ثم يقوم المزارع ببذل الحب من كيس صغير يحمله أو سلة، وتتبعه الأغنام لكي تضغط بأرجلها الحب في التربة. وزي ما هنشوف دلوقتي هي دي أبراج الحمام اللي كانوا بيستخدموها. منازل، وكان المصريون يستعملون الحمام كطعام وكذلك لحمل الرسائل ولا سيما بالنسبة للجيش، وكانت الحقول تروى بواسطة الشادوف وهو رافعة يشبه الميزان، وقد علق في أحد طرفيه دلو وفي الطرف الآخر حجر ثقيل مقابل الدلو ليوازيه ويوازنه. وعندما يتم حصاد المحصول تحمل حزمة إلى مكان الدراسة في أكياس من الشبك تعلق في قائم خشبي، وتتكون أرضية مكان الدراسة الدائري من تربة صلبة، وعندما توضع عليها كتلة من السنابل تساق عليها الثيران أو الأبقار لتكسيرها بأقدامها الثقيلة. أما بقى بالنسبة للعسل فهنشوف إزاي كانت طريقة إنتاج العسل في الحضارة المصرية القديمة. كان قدماء المصريين يستعملون العسل في التحلية، حيث إن قصب السكر لم يكن يزرع في مصر في تلك الأيام،
وكانت خلايا النحل تصنع من أنابيب من الفخار ترص فوق بعضها في صفوف كما نرى. ونيجي بقى للحاجة المهمة جدا في تنقلتهم، وهي بناء القوارب. كان نهر النيل هو الطريق الرئيسي للمواصلات في العهد الفرعوني، ولذلك كانت صناعة القوارب صناعة هامة. وكانت القوارب الصغيرة تبنى من حزم من نبات الفرزي تربط بعضها إلى بعض بالحبال. وأكيد القوارب دي مثلا كانوا بيستخدموها في الصيد. كانت هناك أنواع كثيرة من الأسماك في النيل والقنوات المتفرعة منه، وكانت تشكل مصدرا جيدا للطعام، كما كان صيد الأسماك رياضة شائعة. ويمكن مشاهدة إحدى طرق صيد السمك أمامكم، حيث تمتد شبكة الصيد بين قاربين، ويقوم الصياد بضرب الماء بعصا لإزعاج السمك فيقع في الشبكة. وننظر إلى الشبكة لنرى إذا كان قد وفق في الصيد اليوم أم لا. طيب يا ترى كان عندهم رياضة كده وبيهتموا بصحتهم؟ اهتم قدماء المصريين بالعديد من الرياضات مثل رمي السهام والتحطيب، وكذلك كان أول من مارس لعب الهوكي بالتاريخ. أما بقى لو جينا للصناعات فهنلاقي كان عندهم كتير من الصناعات المختلفة. تشاهد بعد ذلك بيانا لبعض الصناعات والحرف، وأولها صناعة الطوب اللبن في قوانب. والمادة المستعملة في هذه الصناعة هي طين النهر الذي يخلط بالماء والتبن حتى يصبح عجينة سميكة، ثم توضع قطع من هذه العجينة في قوالب خشبية ثم تترك لتجف في الشمس. وهنا بنيجي لصناعة الزجاج. صناعة الزجاج، برع المصري القديم في صناعة الزجاج بألوانه المختلفة، ومن أشهر الأماكن التي وجدت بها ورش لصناعة الزجاج هي منطقة تل العمارنة. ونيجي للصناعة المميزة جدا لقدماء المصريين واللي حيرت العلماء لسنين طويلة، وهي التحنيط. آمن المصري القديم بالحياة بعد الموت، حيث قام بعملية التحنيط كي يحتفظ بجسد المتوفى كاملا إلى أن تعود له الروح مرة أخرى. هذه العملية كانت تستغرق في الغالب من 40 إلى 70 يوما. وهنا هنشوف أقدم حرفة لقدماء المصريين. صناعة الفخار، تعتبر صناعة الفخار من أقدم الحرف في مصر، ويرجع تاريخها إلى سنة 6000 قبل الميلاد. يعجن الطين بالماء ويخلط ببقايا الأواني الفخارية المصفوقة أو القش المبشور، مما يساعد على جفاف الأواني المصنعة ويجعلها مستوية وبدون شقوق. أما هنا فهنشوف إزاي كانوا بيهيئوا الحائط الحجري عشان يلونوا وينقشوا عليه النقوش اللي عرفت العلماء إزاي الناس دي كانت بتفكر، وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وحياتهم كانت عاملة إزاي. تسوية السطح ثم ينعم ويثقل بقطعة من الحجر الصلب، ثم ترسم خطوط حمراء على هذا السطح الجاهز لضمان دقة عملية تكبير الرسومات الأصلية. ثم يقوم الفنان بعد ذلك برسم الإطار العام على الجدار مستعينا بالمخطط العام الذي أعده الفنان الأصلي على لوح صغير أو حجر أو قطعة من ورق البردي. نحت التماثيل، كانت عملية نحت التماثيل تجرى عادة في المحجر، حيث يقطع منه كتلة أو قطعة الحجر اللازمة. وأول هذه الخطوات هي فصل الكتلة الحجرية عن سطح الصخرة، ويتم هذا بدق خوافير أو أوتاد خشبية في ثقوب يتم ثقبها في الصخرة، ثم تبلل هذه الأوتاد بالماء. وعندما تتمدد الأوتاد بفعل الماء فإن قطعة الصخر تنفصل. أما اللي هنشوفه دلوقتي فهو فن صناعة الألباستر. مختلفة من الأحجار، ولا سيما الألباستر وهو حجر ناعم يمكن تشكيله إلى أشكال جميلة. وكانت بازات الألباستر تستعمل كمصابيح أو لتخزين العطور والزيوت الغالية. ونوصل هنا للنجارة وأدوات النجار. فرشة النجار، كانت الأدوات التي يستعملها النجار تصنع من النحاس والخشب والبرونز. وتشاهد إلى اليسار رجلا ينشر.
أما بقى لو جينا للملابس المميزة جدا لعهدهم فهنشوف إزاي كان بيتم غزل الكتان. كان الكتان أكثر الأقمشة استعمالا في الأزمنة القديمة، ونرى في هذا المشهد المراحل المختلفة في صناعة قماش الكتان. فيتم تمشيط حزم من سيقان الكتان خلال أسنان مشط خشبي للتخلص من الأطراف والأوراق، ثم تنقع السيقان في الماء لبضعة أيام كي تلين، ثم يتم ضربها بمطرقة خشبية. أما صناعة الورق، يعتبر الجزء السفلي من ساق نبات البردي هو أصلح جزء من صنع الورق، وأول الخطوات هي تقشير اللحاء الأخضر الخارجي، ثم ينقع اللب الأبيض في الماء. بعد ذلك يشرح هذا اللب إلى شرائح طولية رقيقة ثم تنقع. ودي بقى صناعة استغفر الله النبيذ. النبيذ الجيد من المشروبات المفضلة عند قدماء المصريين، ويرينا هذا المشهد كيفية صناعة النبيذ. فتوضع عناقيد العنب الناضجة في حوض مصنوع من الحجر الصلب مثل الجرانيت الذي يقاوم التسرب ويسهل تنظيفه، ويتم الضغط على هذه العناقيد بالأقدام، ويصب العصير الناتج في أواني فخارية كبيرة لكي يتخمر. وكده الجزء الأول من رحلتنا انتهى، وهنا كنا هنقف عشان نروح نشوف الجزء التاني. هنا وبعد ما نزلنا من المركب بتبتدي التور جايد الخاصة بالرحلة بتاعتنا انها تجمعنا عشان نشوف الفرق ما بين بيوت الحكام والناس الاغنياء الطبقة الغنية، وما بين بيوت الفلاحين البسيطة، وهنشوف الفرق ما بين الاتنين وكل التفاصيل. وكالعادة حبيت اخد كام لقطة سريعة كده في المكان قبل ما نكمل رحلتنا. اما هنا فبتبتدي التور جايد تشرح لنا كل تفاصيل بيوت الحكام وطبقة الاغنياء، من قاعة احتفالات لأماكن للاستقبال، لغرف للنوم، لغرف للجلوس مثلا، المطبخ، لكل حاجة موجودة في البيوت دي بالتفصيل. أما هنا فكان في واحد من السياح العرب بيشرح لبنته التفاصيل دي لكن بالإنجليش، فأنا تقريبا كنت واقفة أسمع معاها يعني. وطبعا وزي ما عرفنا ان القوارب كانت واحدة من اهم الوسائل اللي بيتنقلوا بيها، ودي كانت يعتبر قارب من قوارب الاغنية او الطبقة الثرية. وسط تبليم كل الحاضرين كانت بتحاول كده ان هي تعلمنا بعض الحروف الهيروغليفية، لكن على مين طبعا، كلنا واقفين اللي هو ماشي كمل. والله كتر الف خيري، يلا بينا بقى عشان نشوف بيت الفلاح بكل تفاصيله. هنبتدي هنا نشوف كل تفاصيل البيت وازاي كانوا بيعملوا عيش وازاي كانوا بيشعلوا النار. دخلنا بيت الفلاح بين الناس البسيطة، لقينا البيت بتاعهم مبني من الطين، حاجة كده بسيطة خالص. ولو شفنا سيدة المنزل هنا قاعدة بتطحن، يعني بتحول القمح لمن زوجها كان ممكن يقعد من ثلث ساعة أو لحد ساعة كاملة عشان يولع النار ويحطها في الفرن. هنشوف ازاي. وهنا كنا رجعنا تاني لبيت الحكام، وزي ما احنا شايفين ان في مدخله كده نافورة جميلة بالشكل اللي احنا شايفينه، وهنبتدي ندخل نشوف باقي الحجرات اللي موجودة في المنزل ده. واول غرفة زي ما هنشوفها دلوقتي هي غرفة الملكة، وهي قاعدة قدام التسريحة بتاعتها وبتتزين. اما بعد كده فبنشوف الغرف المختلفة زي غرف الجلوس والمطبخ والمكان اللي بيصنعوا فيه الخبز واماكن تانية كتير. وزي ما هنشوف دلوقتي ده كده المطبخ، واللي جاية دي هتكون غرفة الخدم اللي بيعيشوا فيها، وهنا المكان اللي بيصنعوا فيه الخبز. اما هنا فكنا خلصنا جولتنا التانية في المكان واخيرا كنا هنستريح، وبالرغم ان المكان جميل جدا وممتع وكل حاجة فيه مختلفة ومميزة جدا، إلا إنك عايز تكون كده يعني واكل أكلة محترمة ونام في معادك وصاحي في معادك، يعني بمعنى أصح تكون فايق وقادر على الرحلة دي عشان تقدر إنك تكملها وإنت مستمتع للآخر. ونصيحة كده قبل ما أنسى، المكان جميل ومفهوش غلطة، لكن أنصحكم إنكم تجيبوا أي سناكس خفيفة معاكوا كده لو معاكوا أطفال صغيرين، أو هتشتروا مثلا حاجات حلوة، لأن الأسعار هناك مش في متناول الجميع قوي. وهنا كنا وصلنا لأماكن الاستراحة، نبتدي نرتاح شوية قبل ما نكمل الرحلة.
وده المنظر قدام متحف حسن رجب اللي هنكمل فيه باقي رحلتنا. اول حاجه هنبتدي نشوفها هنا في المكان هي الطريقه اللي كانوا بيصنعوا بيها الزجاجات اللي كانت بتوضع فيها العطور. البايركس ده ازاز حراري بيسيح ب 650 درجه مئويه. هو دلوقتي عمل الحلقه دي هي اللي بتساعد على غلق الدست العطور. حركه ايده في النار هيجمع البايركس مره ثانيه عشان يقدر يحدد الشكل اللي عايز يعمله. عامل اشكال جميله جدا زي الفواحه. الفواحه دي يا جماعه ميزتها انها بايركس بتتحمل الحراره. بنحط هنا شمعه وميه وعطور. حراره الشمعه وزي ما احنا شايفين هو كده صنع الإزازة، لكن هيبتدي يشكلها. اما هنا فده بيعتبر الجزء الثالث من الرحله، هنبتدي نشوف ازاي كانوا بيدفنوا موتاهم والحجرات المختلفه والفرق ما بين دفن طبقه الملوك وطبقه الفلاحين وكل الكلام ده. الجزء ده بيعتبر تجربه مختلفه، لكن لو حد ما بيحبش الاماكن المغلقه زي ممكن ما يحبش قوي التجربه دي. دي كده كلها أدوات وأشكال مختلفة موجودة في الممر طول ما احنا ماشيين. هنا بقى كنا طالعين لأوضة مختلفة هنشوف منها غرفة الدفن والشكل النهائي للتحنيط. ايه جو السسبنس ده؟ تحس ان الموضوع قلب على فيلم رعب شوية. ودلوقتي رايحين نشوف غرفة الدفن، لكن عايزة اقول لكم ان كل الحاجات اللي موجودة في المكان هنا هي عبارة عن مكت، هي مش حاجات حقيقية لكن هي للتوضيح، يعني عشان الناس تفهم الطريقة اللي كان بيتعامل بيها الحاجات دي. وهنا هننزل تاني عشان نشوف غرفة تانية من اللي كانوا بيدفنوا فيها، وطبعا زي ما احنا شايفين هم كانوا بيدفنوا معاهم كل الحاجات الخاصة بيهم على اعتقاد ان هم هيتم بعثهم تاني بعد الموت، فيكون كل حاجة خاصة بيهم موجودة حواليه. وكده خلاص خلصنا الجزء ده من الرحلة وشفنا التلات اماكن اللي كانت موجودة في المبنى ده او في متحف حسن رجب. بنبتدي نخرج من بره المكان. انا بقى ما صدقت لقيت الحتة الطراوة اللي معمولة من الخوص دي، فقلت اما اقعد ارتاح شوية. شوفوا بقى هنا الاجواء جميلة ازاي، لكن انصحكم لو انتوا هتعملوا الرحلة دي يكون الجو هادي شوية، ما يكونش الجو حر لان انتوا مش هتطيقوا الاجواء خالص. والحتة دي كانت الكيدزي اريا. اما بقى المكان القمر ده فهو مركز الفنون، تدخل تفن جوه شوية تلون بقى تعمل اي حركات كده في الفنون، يعني زي ما هنشوف دلوقتي. دي كده اشكال هرمية هنبتدي نطلع فيها فان جوخ اللي موجود جوانا، وهنلونها كده بالوان اصلا ملهاش علاقة ببعضها زي ما هنشوف. بالرغم ان الجزء ده كان مخصص للاطفال اكتر، لكن استمتعت جدا ان انا جربت التجربة دي. بعد بقى ما خلصنا كل اعمالنا العبقرية الفنية البحتة دي، رحنا سبناها تنشف شوية عشان ناخدها ونمشي ونوصل لاخر محطة في الرحلة. بنبتدي ناخد المركب بتاعتنا عشان توصلنا على الضفة التانية او البوابة التانية اللي كنا اصلا داخلين منها. قولولي بقى في التعليقات لو زرتوا المكان. سلام.